مين قال برامج الصيف منا حلوة مسلية وضخمة؟ على الام تي في ما وعدتكن على مدار السنة مع أجمل وأضخم الإنتاجات، وحالياً عم بتابعوا على شاشتنا أو انطلق من كم يوم على شاشتنا مسلسل تركي ضخم حصد أكبر نسبة مشاهدة عند الجمهور التركي، وهي دراما مشوقة بتحكي قصة حب وقصة جريمة بين صانعة مجوهرات بتكتشف أنه والدها مقتول، وإلى جانبه صبية ما له علاقة فيها، وهون بتم البحث عن علاقته بالصبية وأكيد من هو القاتل. ننتقل لسهرة الخميس وبعد الأخبار الموعد مع هذا هو إنتاج ضخم من الاثنين للخميس بتتابعوه، أما سهرة الأربع الساعة 9:30 المساء بيرجع الموعد الأسبوعي مع الزميل وليد عبود بالبرنامج السياسي بموضوعية مع ضيوف من مجالات سياسية واقتصادية اللي بيطرحوا ملفات الساعة. منكمل للخميس الساعة 10:30 موعدكم مع الإبداع والتفوق والإنجازات بحفل توزيع جوائز الرواد الرواد أوردز 2015. الجمعة بعد الأخبار مشاهدينا الموعد مع حفل كبير شاهدوا لبنان تحت عنوان الوحدة والتعايش وإرادة الحياة بمشاركة عدد كبير من الفنانين والشخصيات اللي منعرفها من مجالات عديدة توحدوا على مسرح واحد حتى يقدموا لنا حفل ون لبنان. منكمل أكيد السبت أول آب عيد الجيش احتفال أكثر من مميز، موعدكم المنتظر مع عودة الروح بعد 50 سنة من الغياب، عودة مهرجانات الأرز الدولية بتاريخها وتراثها العريق تحت شعار لغة الروح، وأكيد رح يطلق هالمهرجانات هالسنة فنان الرومانسية وائل كفوري، نجمة الإحساس إليسا، وأكيد الموسيقار ميشيل فاضل بحفل أكيد رح يجمع عدد كبير من محبي الفن على أنواعه. كمان منكمل للأحد بعد الأخبار أنتوا على موعد، مش بعد الأخبار 9:30 المساء أنتوا على موعد مع كمان برنامج فريد من نوعه انطلق مؤخرا على شاشتنا ستارز أون بورد مع مجموعة من ألمع نجوم الفن بلبنان والعالم العربي اللي بيجتمعوا على سفينة كبيرة وعلى مدة أسبوع بيقضوا هالوقت سوا ومع الأشخاص اللي عم يسافروا معهم خلال هالرحلة اللي أكيد ما راح ينسوها. خلينا هلأ نشوف مشهد آخر من حلقة امبارح من ستارز أون بورد. كان الطقس غايم وهلأ هلأ الحمد لله بلشت تطلع الشمس. سبحان الله رجع تغير الطقس 180 درجة، كل السحب اختفت، السماء صارت كثير صافية وكثير هدوء وجدت نسمة هواء تاخذ العقل. لكل اللي كانوا موعدين انه اليوم بكون انا عم غني الساعة 5:30 ما في شيء تغير، بس اجل بكره الموضوع احسن، يعني اول شيء الطقس احسن ومكون نمنا، يعني حتى العالم بكون نامت لانه اليوم اول يوم بعدنا واصلين، كل عالم نامت وارتاحت وقامت هيك فول انرجي لحتى تولع. النجوم بالعالم العربي محظوظين كثير، دائما في اهتمام فيهم بالمطارات ودائما اجراءاتهم اسهل من اي مكان اخر، انما الاجراءات باوروبا شوي بتختلف وهذا الشيء زعجه للفنان عاصم حلاني. خلصنا تعبنا وهلكنا وخلصنا بعدك شيء منا فلو. لكن هالإجراءات ما زعجت الفنان صابر الرباعي اللي رافقناه على باب الغرفة. وصلنا. I'm excited يعني للسفرة هذه، شكلها بتكون كروز عالمية. نستدعيكم على جولة ممتعة جدا خلال الأيام هذه الكل. شو داخلين معايا؟ لا أنا هلكين وتعبان، يلا بشوفكم بعدين. باي. وصلنا الفنانين على غرفهم ومن ثم انطلقنا برحلة داخل الباخرة. شو رأيكم تجوا معنا نتعرف سوا على ستارز اون بورد؟ Did you know that on board the Norwegian Jade we have 1,205 guest state rooms breakdown in various categories. We have 47 top categories. We have 30 penthouses. Then we have balconies. We have 512 inside state rooms. We have a capacity above 3,000 when it comes with guest accommodations. Did you know that this ship has different types of facilities such as the sports center, golf driving range? We have different types of theaters. We have the spa. We have the library.
We have the game room. We have the disco lounge and a cigar bar on board. Did you know that on Norwegian Jade, we have an extensive choice of cuisine, starting with the Cagney's, which is the finest steakhouse on the high seas, followed by the La Bistro, the French restaurant, Teppanyaki, and Moderno, which is our Churrascaria restaurant, Blue Lagoon, International Cuisine Cafe, followed by the Grand Pacific and Aliza, the main dining rooms, and the Garden Cafe, serving an international cuisine buffet all around the clock and catering to the international clientele we have on board. وعلى متن هالباخرة الضخمة النورويجن جيد انطلقوا النجوم من العالم العربي بهالرحلة المميزة، واكتشفنا معلومات فاجأتنا عن هالباخرة الضخمة انه بتحتوي اكثر من 1200 غرفة وجاهزة لتستوعب اكثر من 3000 شخص، يعني ضيعة كاملة فيها تنطلق مع هالباخرة، وبتصور رح يكون اسبوع استثنائي للركاب وكمان للنجوم اللي عم بيعيشوا هالتجربة لأول مرة كمان بحياتهم. هون بتنتهي حلقتنا من MTV Alive لليوم، ما بعطيكم موعد جديد بكرة الصبح مع فريق العمل، بتأمل تكونوا على الموعد لأنه مواضيع جديدة وضيوف من عدة مجالات راح يكونوا ضيوف حلقتنا. باي باي. بكرة بـ MTV Alive بـ Up to Date أخبار لبنان والعالم، بـ هوروسكوب خصائص برج الأسد ومولود اليوم، بـ What's Cooking أكلي من إعداد الشيف، Be Connected الفن صار له موقع جديد MTV Stars، Be Family رح نحكي أكثر عن السيطرة على الضغط عند النساء الحوامل، Be Design جمانة رح تخبرنا عن حفلات الباربيكيو، وبي فاشينيستا رولا كعدي ومودة صيف 2015.